من خلال النساء الأرامل في مجغ الخياطة التابع إلى مركز تدريب وتطوير الأرامل. انتجنا ما يقارب 32,000 قطعة تشرشف ومخدة، وكذلك انتجنا ما يقارب 3,000 بدلة عمل خلال 3 أشهر. أنا أرملة، عندي 4 أطفال، يعني أنا قايمة بيهم يعني حسب الدورة اللي تعلمناها بالخياطة، استفادينا من هاي الدورة اللي تعلمناها، والحمد لله شكرا يعني خياطة الأطفال وخياطة المنطقة والمدخول المادي زين الحمد لله وشكرا.